طالب عدد من أهالي الأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام السرطانية بمستشفى الأطفال ببنغازي وكيل ديوان وزارة الصحة بحكومة الثنية الدكتور نادر كويري بسرعة علاج أبنائهم المصابين نظرا لتدهور حالتهم الصحية، كاشفين عن عدم قدرتهم على تحمل تكلفة العلاج بالخارج. مديرة المكتب الإعلامي بالمستشفى هدى كويري كانت قد وجهت في وقت سابق نداء استغاثة إلى ما سمته بأصحاب القلوب الرحيمة ضرورة مساعدة المستشفى سريعا لنجدة الأطفال الذين يموتون من عدم وجود أدوية أو أجهزة طبية فضلا عن تردي أوضاعها الصحية. ذكر المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي بنغازي بأن دوريات جهاز الحرس التابعة لغرفة غرب بنغازي قامت بحملات تفتيش على الباعة المتجولون وعلى الأسواق العشوائية بالمدينة. وأضاف المكتب أن حملة التفتيش استهدفت منطقة الرويسات وما يعرف بجزيرة عبدالله عابد بسيد حسين. يذكر أن شوارع وميادين مدينة بنغازي تنتشر بها الأسواق العشوائية ما أدى إلى حالة من الشلل بسبب هذه الفوضى، مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأوساخ والقمامة عند مغادرتهم. طالب وكيل ديوان وزارة الصحة بحكومة الثنية الدكتور نادر كويري بإعداد تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل مستشفى الهواري العام ببنغازي وإرجاعه ضمن منظومة الخدمات الطبية وفقا للمعايير الدولية. جاء ذلك في صفحة المنسق الإعلامي بوزارة الصحة ببنغازي هاني العريبي الذي أوضح أن المستشفى مقفل حاليا ويعاني من تهالك في البنية التحتية، وكان قد تعرض لإصابات مباشرة جراء الاشتباكات التي جرت في منطقة الهواري. حددت الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التعليم بحكومة الثني يوم 22 من أغسطس الجاري موعدا لإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط. مدير المكتب الإعلامي في الإدارة مرعي برحيل قال في تصريحات صحفية إن إعلان النتيجة سيتم ضمن مؤتمر صحفي سيعقد بالخصوص في مقر وزارة التعليم في مدينة البيضاء، موضحا أن عدد الطلبة المتقدمين في القسم العلمي هو 11322 طالبا وطالبة، وفي القسم الأدبي 6532، ليكون العدد الإجمالي لطلبة الشهادة الثانوية 17858 طالبا وطالبة. قام مجموعة من أهل الخير والإحسان في مدينة بنغازي ولليوم الثاني في إعادة إعمار أحد منازل المواطنين من ذوي الدخل المحدود في منطقة شارع 20 بالمدينة. عملية الإعمار والبناء هذه أشرف عليها عدد من المهندسين المتبرعين وأصحاب أهل الخير بالمدينة، وأكد القائمون على هذه الأعمال أن مجموعة أخرى من المتبرعين ما زالوا يتواصلون معهم لتقديم الدعم والمشورة للفقراء وذوي الدخل المحدود.